يا صباح الخير، يا صباح الجمال عليكم مشاهدي الصحة والجمال، يا رب تكونوا بألف خير. خلوني أولا أرحب بزمايلي أروى الدكروري. أهلا بك يا أروى. وحبيب عبد الحميد، أهلا بك يا حبيب. أهلا بك يا حبيب. موضوع حلقتنا النهاردة عن أساس مصر، منبت العزة والكرامة والشهامة والمروءة، التربية السليمة، العادات والتقاليد، خارج منهم الأصول والجدعنة، صعيد مصر خرج منها علماء وأساتذة وزعماء وفنانين ومشاهير، كتير منهم خرج بفخر الحمد لله منهم، هم أصحاب الجدعنة والمروءة. خرج من الفلاحين ناس كتير جدا هنعرفهم النهاردة، وتحية لكل أهالي الصعيد، أهالينا وحبايبنا طبعا في كل مكان. اهلا بك يا حبيبه. اهلا بك يا حبيبه. الصعيده والريفيين اهالينا كلنا، الصعيده هم اهل النخوه والجدعنه، نحط 100 خط تحت النخوه، هم اهل الشهامه والمروءه. الصعيد بيضم اكبر موسوعه انساب عريقه عربيه عريقه، زي الاشراف والانصار، ودول بيكونوا منتشرين بشكل كبير في اسوان والاوس والخزرج، وابناء عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. مش بس كده، الصعيد خرج منها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والاديب عباس محمود العقاد، وعميد الادب العربي طه حسين، وغيرهم كتير. ده غير ان الصعيد يحتوي على اكبر المعالم السياحيه في مصر، مش بس مصر، في العالم كله. النهارده معانا اروى الدكروري من اصل صعيدي. منورانا يا اروى. اهلا بك يا حبيبه. أهلاً، انا سعيده جدا بقى اني طالعه معاكم النهارده نتكلم في موضوع الصعيده. نورتينا. واللي هو انا كمان صعيديه، فمجرد ما كلمتيني حنان اللي هو اكيد مش هستنى يعني، فبجد مبسوطه بوجودي معاكم، مبسوطه بيكي جدا يا حبيبه، مبسوطه بيكي حنان. اروى، ايه العادات اللي مهما مر عليها الزمن ما بتتغيرش في الصعيد؟ كل العادات. زي ايه؟ اشرحي لنا. زي الطبع، الكرم، الشهامة والأخلاق والجدعنة. الصعيد عامة ما فيش حاجة بتتغير فيه. الصعيد منذ البداية وهو معروف منبع الشهامة والرجولة والجدعنة، والصعيد هو الأصل، هو أصل مصر طبعا، هو أصل مصر. العزة، وأصل العزة هو أصل مصر. أنا بالنسبة للموضوع اللي حصل، البروباجندا اللي حاصلة برضو الأيام دي، طبعا اهالينا في الصعيد حقكم فوق راسنا طبعا، والحلقه دي يعني تحيه مننا لكل اهالينا في الصعيد وحبايبنا، والفلاحين طبعا فوق دماغنا، والارياف فوق دماغنا، وطبعا احنا عارفين ان انتوا يعني الكلام اللي بيتقال او الكلام اللي طلع من ناس كتير ان ما فيش الكلام دوت خالص، انتوا بتغيروا على اي ته مربوطه اصلا. يعني انا كل الصعايده اللي اعرفهم بصراحه واللي اتعاملت معاهم بيغيروا على سواء اخواتهم او بالنسبة بناتهم، لهم البنت الشرف بتاع العيله يعني، اللي ممكن علشانه تضيع عيله كامله، تموت عيله كامله دفاعا عن الشرف اللي هم بالنسبه لهم اهم حاجه في حياتهم. ساعتها ما بيفرقوش، ما بيخافوش، ده وزير ده غفير، مش فارق عندهم، المهم ان هم بيحافظوا على شرف العيله اللي هي البنت. فطبعا البنت هناك في الريف، في الصعيد وفي الريف، من بعد المغرب ما بتخرجش لوحدها. يعني اللي اعرفه معلوماتي طبعا، انت هتفيدينا اكتر في الموضوع دوت اكيد. واللي اعرفه كمان هم لما بينزلوا مصر، لا هم بيجوا مصر وبيسافروا كل حاجه برضو القاهره يعني، بس هم بيسافروا للدراسه، وكلهم بيدخلوا الجامعه، جامعه الازهر، ما بيدخلوش حتى الجامعات العاديه بتاعتنا يعني. ف تكلمينا بقى انت في الموضوع اكتر. والله انا الاول عايزه اتكلم في اللي حاصل، في اللي قاله طبعا الاستاذ، بدون ذكر اسماء طبعا، بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، ما هو بيتقال كتير يعني، اللي هو
تعرفي يا اروى اكبر لا ثواني علشان ثواني يا حبيبي ما تقطعنيش خليني اخد حقي في الكلام علشان خاطر اللي اتقال لانه طيب بدون ذكر اسامي تمام انا هسيبك تتكلمي براحتك بس بلاش ذكر اسامي طيب تاني الاوان ان الصعيد بجد ياخد حقه لانه الصعيد احنا كصعيده مظلومين كتير جدا 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 بيتقال علينا كتير بيتنكت علينا كتير حاجات كتير قوي انا الاوان انه فعلا اللي حاصل ده انه الصعيد فعلا ياخد حقه لا النكت دي احنا شعب مصري شعب فكاهي لا 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 احنا بس شعب بزياده شويه بزياده شويه لا 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 انت شفت الاخت اللي كانت بتقول انه الصعيد الجهل لا 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 ما فيش الكلام دوت كان مرضيه يعني السياحه على فكره عايزه اقول حاجه الاطفال هناك في الصعيد ممكن مثلا ما دخلوش مدارس بس هم بيتكلموا انجليش احسن مني ومنك ومن اي حد اتعلم انجليش لانهم مختلطين بالسياح والاجانب اللي بيروحوا هناك فهم عندهم يعني حضارات اكتر والاقصر واسوان فهم يعني اصل السياحه واصل مصر ومحدش يقدر يوصفهم بالجهل المعالم السياحيه الموجوده عندنا في الصعيد في اسوان وفي الاقصر وفي سوهاج ومعبد ابي دوس عندنا في البليانه وكل الحاجات دي انا من سوهاج مركز البليانه فبالنسبه معلش يا حنين هو انا لازم اقول بالنسبه لموضوع انه احنا بنجيب عيال علشان خاطر البنات نشغلها خدمات في البيوت سوري يا حنين هو انا لازم اتكلم فاهمه موضوع ان احنا الولد بنجيبه عشان يبقى باليا الشاب الصعيدي باليا الشاب الصعيدي باليا لا طبعا الشاب الصعيدي عمره ما كان باليا ده فرعون الصغير اقسم بالله لو مصر كلها زي شباب الصعيد اقسم بالله ما كنا بقينا في حته ثانيه وكنا ايوه في ايوه تانية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في احدى البرامج التلفزيونيه كان بيتكلم بيقول ان من خلال معاملته مع الجيش ان اكتر راجل تقدر تعتمد عليه وتثق فيه بالظبط الصعيدي بالظبط بيقول ممكن يقعدوا سنين ما ياكلوش بحيث ان هم يبنوا نفسهم ويعملوا مشروع بعزه وبكرامه ما يمدوش ايدهم لحد فده حقيقي بالظبط الرئيس عبد الفتاح السيسي عمره ما يرضيه ابدا انه اي حد يتهمن شعبه لا ودايما طبعاً. دايما بيقدر الصعيد ودايما بيشيد للصعيده وللارياف وكده فبنجيش احنا علشان خاطر نرضي طرف او نرضي مجموعه نقول ونخبط بقى في فئه كبيره جدا في الصعيد دي طبعا حاجه مرفوضه جدا 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 ايا كان هو مين اللي غلط بس انا عارفه ان الرئيس السيسي طبعا ما ترضوش حاجه زي كده فكون ان هو يتقال علينا ان احنا بنجيب عيال علشان خاطر ان هي سبب الازدحام والتكدس السكاني في القاهره طبعا دي حاجه مش حقيقه خالص احنا قبل ما بنجيب الطفل بنبقى عارفين الطفل ده جاي ازاي قبل ما البنت بتيجي اللي هو لما بنلاقيها بنت طب خلاص نشغلها خدامه في البيوت هو ازاي الكلام ده هو الكلام ده يعقد ايوه بجد. في الصعيد بيحبوا يعيشوا بجد. المشكله في حاجه يا حبيبه في عيله كبيره وبيحبوا يكبروا ويتوسعوا جدا جدا المشكله في حاجه يا حبيبه انه في ناس مؤيده وبتقول والصعيد والصعيده والارياف وكده انا مش هتطرق للارياف دلوقتي بس انا هتكلم على مكان انا فعلا اتربيت فيه والريف انا فعلا والريف كمان اقول لك على حاجه انا عرفتها بتكلم من واقع انا بتكلم حنين لما قالت لي انت صعيديه واحنا عايزين نتكلم في الموضوع فانا هتكلم من واقع انا طبعا. في حاجة بس عايزة أقولها إن أكبر كومباوندز في المدن الجديدة أسسها وصممها شركات أصحابها من الصعيد وكبار رجال وكبار رجال الأعمال في الجيزة وفي القاهرة والمشاهير معظمهم من الصعيد مشاهير والسيد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر محمود عبد الناصر العقاد الكينج محمد منير بالظبط أحمد أسامة لعيب الكورة عميد الكورة في أحمد حسن سوري عامل الكوره في فتحه المسج بتاعت فتحه الصفحه مسج جات لنا ممكن اقراها اتفضل صباح الخير يا حنين انا تابعت حلقه الحاجه عطيات والشيخ انا بصحى الاقي دم على جسمي في اماكن معينه وبشوف خيالات وبسمع صوات طفله في البيت بتستنجد ومش عارفه اعمل ايه حياتي كلها مرض وفقر ممكن تساعدوني طب سيبتي خليكي طبعا سيبي يعني سيبي رقمك في الكنترول واحنا هنتواصل معاكي تاني كملي نرجع لموضوع حلقتنا بالظبط نرجع لموضوع حلقتنا اديني فرصه اتكلم بقى المره دي تمام بالنسبه لموضوع ان البنت لما بتيجي بنت ف نعمل ايه والحوار ده البنت عندنا احنا انا عايزه اقول لك ان انا من الصعيد وحياه ربنا احنا ما في عندنا البنات ما تنزلش السوق زي هنا
احنا عندنا الست اللي هو بتقول طلباتها والطلبات بتجي لها لحد عندها. انا ما اتعلمتش بصراحه. هما بالنسبه لهم الست دي جوهره بيحافظوا عليها ده وبيحافظوا على حريمهم جدا. احنا مستحيل يعني انا ماما بابا الله يرحمه كان ماما ما كانتش تختلط بالسوق ولا تنزل تجيب الحاجه الا بعد ما بابا توفى تمام وهكذا. مفيش راجل بيبقى قاعد نايم في البيت. طب انت عشتي في الصعيد وعشتي في القاهره تقدري بقى تقولي لنا ايه الفرق بين البنت السعوديه والبنت اللي عايشه في القاهره؟ يعني اكيد في فرق ما بين البنت السعوديه. طبعا احنا معروف ان كل بلد او كل محافظه بيبقى ليها عاداتها وتقاليدها اللي تتسم بيها. فايه العادات المختلفه بين البنت هنا والبنت في الصعيد؟ البنت في الصعيد يعني اقدر اقول مقفول عليها اكتر. مش مقفول عليها بمعنى ان هي مخنوقه او مكبوته او كده، لا بالعكس بتتعامل بغلاوه اكتر، بتتعامل بعزه اكتر. يعني البنت في الصعيد مستحيل باباها يكون نايم وهي تنزل تجيب الفطار مثلا او تنزل. مش عندنا دي خالص، اقسم بالله مش موجوده دي خالص. وانا لما جيت هنا كنت بعاني من الحته دي لدرجه ان انا كانت واحده متربيه هنا وعايشه هنا هي كانت بتنزل تجيب لي حاجتي، وانا كنت بحاسبها على حاجه زي كده لان انا خلاص اتعودت ان انا حاجتي بتجيني وهكذا. والواحده برضو بعد ما تتجوز نفس الحكايه، اللي هو هي حاجتها بتجي لها حد عندها. بس البنت في الصعيد بحس بشوف دايما ان البنت هناك ب 100 راجل. يعني مثلا لو كبير العيله توفى وهو مثلا اكبر حد لسه في الشباب او الولاد لسه صغيرين بتقدر تقود العيله امراه عادي. احنا هنا ما بنقدرش نعمل ده. انا عايزه اقول لك، فانا عايزه اعرف القوه والصلابه اللي الست الصعيديه او البنت الصعيديه او المراه الصعيديه جايباها منين، جايه ازاي. انا عايزه اقول لك انه ده اصلا دي حاجه حاصله معايا، قصه واقعيه. ماما يعني ماما بابا توفى واحنا كلنا كنا صغيرين جدا، انا كنت في الثانيه ابتدائي تقريبا او حاجه زي كده. هي ربتنا كلنا، احنا ست بنات وربتنا كلنا والحمد لله. هو بس بيقيم بالله والاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى. ففعلا الست الصعيديه تلاقيها فعلا اعتماد على ربنا. واللي طيب هو بمناسبه ماما اكيد في فرق ما بين الام اللي من القاهره او من الجيزه وفي فرق ما بين الام الصعيديه. فايه الفرق اللي انت شفتيه؟ انت طبعا عشتي هنا وعشتي هنا، فاكيد طبعا شفتي فرق ما بين الام السعوديه والام اللي من القاهره هنا. أيوة. فانت يعني شفتي ايه الفرق؟ ايوه يا حنين، بس مش عارفه يعني مش عارفه الست القاهريه هي ازاي او كده. بس اللي انا اعرفه انه لا، الست الصعيديه ست اقسم لك بالله ب 100 راجل. يعني انا امي اتعلمت منها حاجات كتير جدا، اتعلمت منها الصبر، اتعلمت منها الايثار، وتعلمت منها بجد يعني حاجات كتير جدا جدا جدا. بالنسبه لهنا انا مش عارفه قوي لاني مش مختلطه بحد قوي او مش عارفه الدنيا قوي. بس لو هنتكلم هنقارن ما بين الصعيد بين اي مكان تاني، طبعا كفه الصعيد فوق في كل المقاييس. الصعيد فوق راسنا كلنا. اقسم لك بالله يا حبيبه انا كلام مش علشان انا صعيديه. لا 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 بجد اقسم لك بالله. الصعيد اصل مصر واصل العزه والكرامه. مش علشان انا صعيديه. بس انت تقولي الصعيد فبترفعي راسك فوق. بالظبط. ايوه. مش علشان انا صعيديه بس فعلا هناك المعامله حاجه تانية خالص. بس الست بتتعامل معامله تانية خالص، الولد بيتعامل معامله تانية خالص، البنت بتتعامل معامله تانية خالص. ايوه بلاحظ ان الست الصعيديه يعني مثلا عندها كرامتها في كل شيء. يعني مثلا حد عاكس بنتها، حد تطول على بنتها، لا هي عندها مثلا حتى لو ولد واحد، لا انت انزل اتخانق. انت مش بتخاف عليه، مش مثلا بتخبي عليه، لا دايما دافعه للامام وهي في ظهره. والله الولد هنا بحس حبيب. الموضوع بالعكس شويه. لا يعني والله بحس الولد الام بتخاف على ولادها شويه. لا 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 الولد والبنت والله زي ما بتخاف على البنت بتخاف على الولد بالظبط، زي ما بتربي البنت بتربي الولد بالظبط. بس الفرق انه الولد بيتحمل مسؤوليه اكتر شويه عن اي الشاب الصعيدي بيتحمل مسؤوليه عامه اكتر من اي شاب تاني في العالم. مش طبعاً. بس في مصر بس طبعا الرجوله والشهامه كلها في الصعيد. بالظبط. طيب نرجع لموضوعنا. بس في مسج عندي. في ايه بتقول صباح الخير عليكم كلكم، انا عندي 30 سنه متجوزه من 10 سنين وعندي ولدين. حياتي كانت مستقرة مع زوجي إلى حد ما، لحد لما بابا اكتشف إن البيت بتاعنا في البلد فيه تحتيه آثار، وبابا مش عايز ياخد أي خطوة في الموضوع
عشان خايف يخسر البيت، وكمان شايف انه مع الكنوز والاثار والحاجات اللي عندنا اللي مش عند حد، انه مش حقه يتصرف في حاجه مش بتاعته وملك للدوله. بس للاسف جوزي ما قدرش التفكير اللي بابا بيفكر فيه وما عجبوش الكلام ده، وقال لي لو ما طلعتوش الاثار وانا خدت نصيبي منها ان هو هيطلقني. فيا انا يا اما تطلعوا الاثار قولوا لي اعمل ايه. انا في نفس الوقت مش عايزه اجبر بابا على حاجه يعملها غصب عنه، ولا عايزه اخسر بيتي. لا انت تخسريه، لا تخسر بيتك وكنت خدتي حقك. بس دي مش من حقها، دي من حق الدوله. من حق الدوله، وهو ليه نسبه شرعيه الدوله تدي ولباباها. وبعدين لو كنوز الدنيا كلها هو يقول لها يا انا يا الاثار، لا هو ولا الاثار، الاثار ملك الدوله. وده كده يا بنتي انت حرام عليكي تكملي معاه. فانت نصيحه، حتى لو تحت بيته، بيته ايه لو تحت؟ ايوه بس الاثار دي مش من حقه، دي من حق الدوله، من حق الدوله، ملك الدوله، نسلمها للدوله. مش كنز، الدوله بتاعتي. مش بقول لك اللي هو وقعت في كنز. لا مش على كنز، مش من حقه خالص. ما هو للاسف يا اروى بياخدوها ويبيعوها بره، وطبعا بتقدر بمبالغ باهظه. مقابل ايه؟ مقابل ان السياحه بدل ما بتبقى في مصر بتبقى بره. وبعدين دي حاجه ملك اجدادنا الفراعنه، ليه شخص واحد يتحكم فيها؟ طب نقسمها على بعض بقى كلنا. اه احنا نروح بقى، احنا ممكن ناخد رقمها، خدي رقمها كنترول ونرجع لك بالظبط كده. فانت يا ايه نصيحه، ما تكمليش معاه، الاثار طلعت او ما طلعتش انت ما تكمليش معاه. وبحيي باباكي جدا على موقفه النبيل ده. نرجع لموضوعنا. هو للاسف وقت حلقتنا خلص. ايه ده بسرعه كده؟ للاسف وقت فقرتنا خلص، مش حلقتنا، الفقره بتاعتنا خلصت دلوقتي، وللاسف لازم نختم. مشاهدينا للاسف وقت فقرتنا خلص. طبعا كل الشكر والتقدير والاحترام لاهالينا في الصعيد طبعاً. اللي جزمتكم فوق راسنا والله. لا مش لدرجه جزمتكم فوق راسنا، بس الصعيد فعلا ليه اجلاله وليه احترامه وليه قيمته اللي المفروض الناس كلها دلوقتي تعرفها. وطبعا الحلقه دي طبعا انا عايزه اقول لك وحياه ربنا لما انا بس كان في حاجه انا عايزه اقولها قبل ما الفقره تنتهي، لازم اقولها. احنا هنا في القاهره المفروض دي العاصمه بتاعت مصر، هنا في القاهره مفيش حد الا هو يا اهله يعني الاصل بتاعه يا ريفي يا صعيدي، مفيش حد اتخلق كده من القاهره. طبعا فطبعا تحيه لاهل الصعيد. واتفضلي اروى. كلنا طبعا بنشكر اهل الصعيد وبنشكرك يا اروى، نورتينا في حلقتنا. واستنونا ما تروحوش الفاصله لما تسمعي الفيديو دوت، والفيديو دوت اهداء من البرنامج لكل اهلنا في الصعيد.